اهلا وسهلا يا استاذه وفاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي. معلش انا بس يا ما هطول عليكم شويه، بس معلش عايزاكم تفهمونا عشان تردوا عليا صح. معلش. حاضر، اتفضلي. انا مطلقه لي 4 سنين ونص، تمام. رفع دخول عيان والمحكمه حكمت لي، فانا دلوقتي عيالي عند اهل ابوهم يعني. تمام. فكل ما اقول اجيب عيالي يعيشوا معي محدش راضي. مين اللي مش راضي؟ ابويا وامي. تمام ماشي. وانا دلوقتي يعني عمال اقول لهم عايزه اشوفهم، عايزه عايزاهم يعيشوا معايا، يقولوا لي لا اتجوز زي ما هو اتجوز وخلف وعاش حياته. وانا بقول لهم ان انا مش عايزه حاجه غير ان اجيب عيالي يعيشوا معايا بس. طيب هم اولادك اعمارهم ايه يا استاذه وفاء؟ لا عنده ودان وبت. الواد الكبير في تانية اعدادي، تمام. والبت في 5، والواد التالت في تالتة ابتدائي. طيب هم حياتهم عند ابوهم عايشين حياه كويسه ولا لا مبهدلين؟ هناك يما ده الواد اخر مره يوم العيد ده اللي من وراهم وقاعد يبكي ويقول يما احنا عايزين نعيش محكمتي، يما تعالي عيشي معنا في البيت. قلت لهم ما ينفعش ان انا اعيش في البيت تاني معكم لان محدش هيرضى من هنا. قال يما احنا البيت امال تبكي تقول يما خدينا نعيش محكم، يما خدينا نعيش محكم. وانا بقول لهم عايزه غير اوضه وحمام واجيب عيالي يعيشوا معايا، انا مش عايزه اتجوز. وقلت لاخويا كده، اخويا رفض بعد ما كان موافق انه يقف معايا، شال ايده وقال انا لا انا عندي عيال. طيب. ومش عايزه اخش في مشاكل مع ابوك. طب معلش يا وفاء، هو انت علاقتك مع ابو الولاد، هل يعني لو اخذتيهم هيصرف عليهم ولا لا؟ لا هو اساسا ما هو ما هو انسان اناني ما بيحبش غير نفسه لان بيشتغل عامل. يعني مش هيصرف عليهم لو اخذتيهم. طيب سؤالك ايه بالظبط يا وفاء؟ سؤالي انا دلوقتي لما ابويا وامي بيحرموني من عيالي، هل هيبقى عليا وزر لو انا ما عملت لهمش حاجه؟ بيكرهوا عيالي وكل حاجه بيعملوها لولد ولادهم، بيقولوا ولد ولادنا هم نور عينينا، هم روحنا، هم النفس اللي احنا بنتنفسه. وانا بصراحه بزعل، بزعل لان بشوف حاجات قدامي بتحصل ما بشوفهاش مع عيالي. طب ليه يعني؟ ده يرضي ربنا؟ صح. انا هسالك سؤالي وفاء، الكلام اللي بتقوليه ده كلام منطقي جدا وهنرد عليكي، بس انا عايزه اقوله لك، انت عندك مقدره تصرفي عليهم لو جولك؟ انا لو انا مع يعني انا بكبر قبض تكافل وكرامه. 500 جنيه. تمام، يعني ما تقدريش انك تصرفي عليهم وتتابعي احوالهم؟ مش انا هم 3 عيال بس، هم في بيقولوا ان الحكومه دلوقتي بيعملوا قضيه نفقه. طب ما انا هسالك لسه السؤال الثاني عشان بس الشيخ فتحي فينا يرد على كل ده، هتقدري ترفعي قضيه نفقه؟ معاكي المقدره لده؟ ماشي ارفع، بس لو لقيت ابويا وامي يوافقوا، ابويا وامي مش مقتنعين ومحدش راضي يتكلم معهم. كل ما اقول لحد يتكلم مع ابويا وامي يقولوا لا احنا ما ندخلش نفسنا في مشاكل لان ابويا وامي مش عايزين العيال. تمام. انا اعمل ايه؟ لكن انت كوفاء عندك المقدره ترفعي القضيه فردا، سواء باباكي ومامتك وافقوا او ما وافقوش هنشوف لسه، لكن عندك المقدره ماديا انك ترفعي قضيه وتاخدي النفقه؟ اشوف هذا ان شاء الله باذن الله. طيب. لكن القبض اللي مكبر ممكن اعمل جمعيات واصرف على عيالي. طيب احنا بناخد منك المعلومات دي وفاء عشان زي ما قلتي الشيخ فتحي يعرف يرد عليكي على بينه باذن الله، وربنا يعمل لك الخير يا رب. الصوره وضحت يا شيخ فتحي؟ تمام، اتفضل. دي صورة من صور الظلم الاجتماعي اللي دايما بيقع على المرأة، وظلم برضك أيضا من الحرمان الاجتماعي اللي بيقع على الأولاد، إن الولد يحرم من أمه وهي على قيد الحياة. طبعا قلنا قبل كده إذا حصل فرقة ما بين الزوج والزوجة اللي بيدفع الضريبة للأولاد، وبالصورة اللي فيها الأم بحرمان القلب وبالشوق إلى أولادها وبتعلق الأولاد بأمهم، عندنا عوائق وعقبات، عوائق وعقبات بتتجسد في أن الأب بيحرم الأم أن هي تشوف ولادها عقابا لها على الفرقة وعلى الطلاق، مع أن ربنا بيقول وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته. نهاية الدنيا عمرها ما كانت الطلاق، نهاية الدنيا عمرها ما كانت الانفصال، ولكن عند هذا الحال ربما جعل الله عز وجل لهذا مخرج مع أخرى ولهذه مخرج مع آخر حتى تستقيم الحياة وتستمر. بس للأسف الظلم اللي بيقع من بعض الأزواج على الزوجات أن بيعمل عملية وصاية وقهر وحرمان أن يحرم الأم من أولادهم. وبالصورة على الناحية الثانية اللي هو الظلم الاجتماعي بالنسبة من الآباء والأمهات والأخوات، ان هم معلش ما بيرحموش هذه الام ان تتمتع بالامومه وان تشبع اولادها حنانا وان تتمتع هي وان يعني تنعم بلذه الحياه. هذه الام مليون في الميه وغيرها من الامهات ضاقت الصدور واشتدت عليها الازمات
وبكت العيون وحست بأن الدنيا بكل ما فيها وبكل اتساعها وبكل بعظم اتساعها ضيقة وبكثرة نعمها فهي حقيرة، لأنها ما حست بالراحة ولا بالحب ولا الحنان في بعد أولادها عنها ويحط عقبات. فأنا عاوز أقول للآباء والأمهات في مثل هذه الصورة، اتقوا الله في بنتكم، اتقوا الله في أولادكم، خلوا الأولاد يعيشوا بمعنى الحب والعطف والحنان، خلوا الأولاد يحسوا بالرحمة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. اوعى تكونوا انتوا والزمن والدنيا والظروف على هذه الأم، خلي فيه رحمة في قلوبكم، خلي فيه شفقة في قلوبكم، خلي عندكم يقين، يقين في الله أن الأرزاق بيد الله عز وجل. وكونوا لأولادكم ولبناتكم عونا على أن تتمتع البنت بلذة الأمومة وبالحياة الهنيئة الطيبة المستقرة. فاوعى تكون انتم والزمن والدنيا والأزواج تكونوا معول هدم وأداة حرمان على بنتكم. انت متمتع ان بنتك معاك وعايشة معاك، خلي بنتك تتمتع بولادها، وداحل وحارب ان بنتك تاخد ولادها في حنانها وفي حبها، والعيال تذوق الحنان والقلوب والطعم اللي من خلاله ربنا سبحانه وتعالى قذف الأمومة. الأمومة عطاء، الأمومة حب، الأمومة قرب. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما شاف أم كده ابنها ضاع منها في الغزوة وجريت كده فجأة، خدت النبي بعد ما سابق تدور على ابنها شمال ويمين مش لاقياه، وفجأة تلاقي الولد تجري جري وتاخد ابنها في حضنها وتضمه لصدرها وتبكي. فسيدنا النبي يروح على طول المعلم، أترون هذه الأم بطارحة بولدها في النار؟ أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ فقالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. الرحمة بتاعت الأم، خلي الأم تعيش بالرحمة وتحس بالحنان. اوعى أيها الأب أيتها الأم تقفوا عقبة في أن بنتكم تتمتع بالأمومة، حتى لو كان الزوج قاسي، حتى لو كانت الظروف المادية على قدها، خليكم في ظهر بنتكم وخدوا من إيد بنتكم إلى طريق الاستقرار والسعادة. أسأل الله أن يهدي قلبها وأن يسكن روعها وأن يجعل لها من أمرها فرجا ومخرجا، وأن تتمتع بنعم الله عز وجل، وأن يسبب لها الأسباب، وأن يسخر لها البلاد والعباد، وأن يهيئ لها من أمرها رشدا. اللهم أمين. ربنا يبارك في حضرتك يا شيخ فتحي. أنا طبعا في كذا سؤال عايز أسأله حضرتك في موضوع أستاذة وفاء، بس معانا تليفون عشان ما تنتظرش كتير. أم مالك. أم مالك أهلا وسهلا يا أم مالك. إزاي حضرتك؟ عاملة إيه؟ أهلا وسهلا بحضرتك، اتفضلي. بصي حضرتك، أنا من ساعة ما اتجوزت وأنا بين أهلي وأهل جوزي مشاكل. تمام. أنا حاولت كذا مرة إن أنا ألم المشاكل ديت، مش عارفة. تمام. وآخر يعني من فترة كده حاولت إن أنا ألم المأكد، يوم ما جيت أولد وكده والدتي ووالدة حماتي اتخانقوا مع بعض، يعني والدتي وحماتي اتخانقوا مع بعض خناقة جامدة. تمام. جيت أنا برضو حبيت برضو إن أنا مش عايزة يبقى في مشاكل وكده، جيت إن أنا ألم الدنيا، جوزي قال لي لأ أنا مش هقدر أروح عند أهلك إلا لما أهلك يرضوا أهلي. دخلنا في الدايرة المغلقة دي. اهلك يرادوا اهلي، اهل والدتي بتيجي عند والدتي. طب يجوا عندي البيت؟ قال لي راحت والدته قالت لي لا. يجوا والدتي بتيجي عندي هنا، احنا مش هنتكلم في حاجه بس احنا عايزين الامور تتراضى، بس والدتي بتيجي عندي هنا. تمام. طيب وانا متخانقه انا وهو دلوقتي، وقال لي من كتر ما احنا بتخانق معاه عشان الحوار ده قال لي تحرمي عليا اليوم الدين. فالسؤال ايه بالظبط؟ انا اعمل ايه في المشاكل دي؟ والدتي استحاله ان انا اروح اقول لوالدتي تعالي روح لحماتي. ايوه. طيب انت دلوقتي بعيدا عن خناقات الامهات مع بعض، انت وجوزك بعيدا عن ده، علاقتكم ايه مع بعض بصفه عامه قبل التدخلات دي؟ لا انا وهو كويسين. انتوا الاثنين كويسين، يعني انت مش منزعجه في حياتك معاه ولا هو؟ الفكره في التدخلات. هو مقاطع اهلي، هو مقاطع اهلي خالص، ما بيروحش عندنا خالص ولا في اي حاجه، مقاطع اهلي نهائيا بسبب اهله. طيب انا بصي احنا هنرد عليكي. حاضر يا ام مالك، هي بس الفكره ان احيانا كتير خلاص مش كل هيتوافق، احنا بالعافيه بنحقق التوافقات بين الزوجين، فهي الفكره طالما ده عشان ما نخربش البيوت. هنشوف الشيخ فتحي هيرد عليكي في موقف زي ده يتعامل ازاي، بس بنشوف يعني اهون الحلول. خلينا نرد عليها وبعد كده ابقى ارجع لموضوع استاذه وفاء. اولا حاول زي ما قلت كده احنا دخلنا في دائره المغلقه اللي ما بتخلصش ابدا، بس انا عاوز اقول للزوج والزوجه بدل ما تقول اهلك يرادوا اهلي او انت اهل زوجك يرادوا اهلك، انا عاوز كل حاجه يعني ايه تبقى في نطاقها السليم، اللي هو
أيها الزوج راض الله في علاقاتك، أيتها الزوجة راض الله في علاقاتك، يا أهل الزوج راضوا الله في علاقاتكم، يا أهل الزوجة راضوا الله في علاقاتكم. العملية مش عملية مين اللي هيجي لمين ومين اللي هيروح لمين، وعاوزين أنا عاوز أقول لك برضو ابعدي أهلك وابعدي أهله وخلي العلاقة بينكم وبين بعض مستقرة، وإن شاء الله سبحانه وتعالى ربنا يزيح ما بين الأهلين. أما مش عاوزين العلاقة بين الزوج والزوجة تتأثر، لأن 100% لو تأثرت البيت هيتخرب. إنما أهلها بعيد، أهلها بعيد، أهله بعيد، ما يخصناش إلى أن يجعل الله عز وجل من أمرهم فرجا ومخرجا. بس لحد إمتى هندور في الدايرة دي؟ أهلك 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 وبعدين؟ وبعدين هو النسب، النسب كده موجود علشان يحصل فيه خلاف، ومين ينتصر على مين ومين اللي يروح لمين علشان ده يفضل راسه مرفوعة ويفضل في عزه، ومين اللي كرامته هتنجع عليه جدا علشان لا ده انا ابن فلان واني ما ينفعش وانا قصص يا استاذ ساره للاسف بتخلي البيوت تتصدع وتتشقق، وبنشوف ايه خلافات بدل ما يكون في نسب وحب والتئام بتلاقي تصدع وتشقق وخلاف وبيكلموش بعض ويموتوا بخصم وخصمين بعض لحد امتى؟ سبحان الله. الفكره كمان لسه مخلفين جداد، يعني فرحه الطفل الجديد وان ده مسؤوليه كبيره المفروض نتفرغ لها ما يبقاش دي البدايه. فالفكره زي ما حضرتك بتقول يا شيخ فتحي ما لهمش دعوه بالاهالي خلاص اطلاقا، يخليهم مع بعض، ويا ريت لو الزوج كمان يسمع النصيحه دي لان هو بيقول لها تحرمي عليا. طبعا دي قصه ثانيه بقى. ده طبعا ده هذا لفظ من الفاظ يمين الطلاق ويرجع فيه لنيه الزوج، يقصد به هل يمين الطلاق تحرم عليا، هل حرم الظهار ولا حرم الطلاق؟ ساعتها بيبقى الامر يتضح. لو كان ظهار عليه كفارة ظهار، لو كان يمين معلق وقصب به التهديد والتخويف فعليه كفارة يمين، فهو يرجع فيه لنية الزوج في هذا اليمين يقصد بإيه. تمام، يعني يا أم مالك أنت ركزي دلوقتي على جوزك بالظبط كده، وزوجك نفس الكلام، وخلاص لحد ما ربنا يهدي النفوس دي مش مسؤوليتكم، مش هنهدي الناس بالعافية. لا، وفي نقطة تانية، عارفة حضرتك لما تبحثي عن الخلافات ما بين الطرفين تلاقي خلافات لا تذكر لا تذكر، وعاوز أقول يا جدعان يعني خلي بالكم والله العمر قصير والدنيا قصيرة جدا، بدل ما نغص الدنيا والحياة بالمشاكل والخلافات وده جالت ده عملت ده، خليكم مع طاعة ربنا، تمتعوا بالحياة بطاعة ربنا وبذكر ربنا والقرب، لأن الإنسان سرعان ما ينتهي من هذه الدنيا. وإحنا شايفين كم من شباب بتموت، كم من أطفال بتموت، كم من شيوخ بيموتوا، كم من إنسان بيصابوا بالأمراض والعلل. طب خلاص بقى نحي، خليك مع ربنا وتاجر مع ربنا عشان ربنا يتولاك، عشان تكون زي ما قال ربنا كده لسيدنا يوسف والله غالب على امر، خلي الامور تسير بقدر ربنا وقلبك ما يشيلش، خليه ابيض. المشكله في ده يا شيخ فتحي ان الانسان خلاص مش مساله بتبقى خناقه وخلاص، لا 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 هي لا بيبتدي لا. لسه امبارح بنقول ان القلب بيسود بالتدريج، فبيبقى خلاص كانك اخذت قرار ان انا بقى هتجه لاهوائي للايجو اللي عندي او الكبر اللي عندي، الانا اللي جوايا انا ده اللي بيتحكم فيا، ما بيبقاش منهج ربنا. طب هيبقى مكسور عليا بس ولا بيتوارثوا الاجيال؟ هتلاقي الزوج دلوقتي اوعى تروح عند تيتا، واوعى تروح عند جدك، والتانيه اوعى تروح مش عارف ايه دي، يبقى في العيال بتتربى على الحقد والكره. وبعدين هي دي البيوت اللي عاوزها ربنا؟ ابدا والله، هذا مخالف في شرع الله تماما. انما الواحد زي ما حصل كده يتنازل يرجع ورا. صح، فهي الفرصه ان انت تبتدوا من دلوقتي، والولد لسه مش يعني لسه راضيع بالظبط ما يدركش، فتبتدوا وتركزوا على الاسره، هي دي اهم حاجه انتوا الثلاثه باذن الله. عايزه ارجع لوفاء علشان نقول لها حاجه مباشره دلوقتي، هي ام ويعني عندها خلاص صاحبه قرار، فكره هل مفترض انها تطوع امها وابوها؟ هي طبعا احنا بنشوف عمليا مسؤولين ممكن يكونوا على صرفها ومعاشتها، هل ساعتها من حق الام والاب يتحكموا؟ هي لو راحت رفعت قضيه نفقه واخدت القرار ده مع نفسها، هل عليها اي وزر؟ لا طبعا، شوف عيالها، ده الوزر ان سابت عيالها بعيد عنها، الوزر اللي ربنا يحاسب به ان تسيب عيالها بعيد عنها، ان ما نحطش بقى عقبه النفقه عقبه يعني ايه في ان انا احرم امه من عيالها. لا استنى، استوب ايها الاب ايتها الام، زي ما انت بتحس ان بنتك معاك وقاعده معاك في بيتك وتمتع بيها، هي ام عاوزه تحس بحنان عيالها معاها. بس على فكره على قضيه وزر اللي حضرتك قلتها يا شيخ فتحي، احنا عايزين بس نوضحها، هي وزر في حاله انها سايباه بمزاجها وان هي مش مغلوبه على امرها. هي كده مغلوبه على امرها بالظبط. طيب مش عليها وزر، ونفسها عاوزه عيالها. فانا بقول ما تغصرش ان هي تجيب عيالها طالما هتوفر لهم سكن كويس وتوفر لهم نفقه كويسه وعيشه كويسه، مفيش مشكله خالص. انما لو يترتب عليها ضرر للاولاد وضياع للاولاد يبقى الاب اولى.
يبقى الاب اولى. ده رد مهم جدا. الموازنه هنا بصي يا وفاء، احنا ساعات بنتحط في مواقف بيبقى ما بين العقل والقلب، ففي امور في النهايه شرعا الاولاد تحت كنف ابوهم. نعم. هو المسؤول على رعايتهم وعلى صرفهم وانفاقهم. انت كغريزه ام وان انت عايزه تربيهم تحت طوعك كده، لازم تشوفي الموضوع هتقدري تتكفلي بيهم ولا دي لازم تفترضي ان ابوهم ممكن منتهى البساطه هيرميهم. لو رفعتي قضيه نفقه، هل النفقه هتبقى كافيه ان هي تصرف عليهم، ولا انت كده خلاص هم في كنفه حتى لو تعبانين هم بعاد عنك، بس ارحم لهم كحياه معيشيه وانت ساعتها بقى تتابعي وتسكنيهم. طيب وتبقي قويه. في نقطه ثانيه، حتى لو فضلوا عند الاب، الاب ما يحرمهاش من عيالها، يبقى في ود واتصال وزيارات ومعايشه وتقعد معاه، ايه المشكله؟ بالزبط. حتى لو فضلوا عند الاب، لو النفوس سويه. لو النفوس سويه، ايوه. هو الدين بقى نرجع للدين، يبقى في انسجام وفي حب وفي ود وفي تقارب وفي تنازل. ده اولاد، ده عاطفه. أيوة. وغريزه موجوده في القلوب ما حدش يقدر يحيشها ويحوشها ابدا. بالزبط. فبالتالي يا ريت نتقي الله، والواحد كده يرجع يحط قدامه كده رضا ربنا في المعامله عشان تستقر الامور. شوفي يا وفاء، اختاري انت، في اختيارات كتير بتبقى ما بين شرين، فانت شوفي ادرسي انهي فيهم اللي تقدري عليه وتوكلي على الله، وارجعي لنا وقولي لنا ايه اخر التطورات.